هنتكلم دلوقتي عن اهم ابلكيشن لدايره الكومباريتور وهو الزيرو كروسنج انديكيتور. فاول حاجه نعرف ايه هو الزيرو كروسنج انديكيتور. احنا عارفين ان ساين ويف بالنسبه لي شكلها عامل كده، تمام؟ فدايره الزيرو كروسنج دي هي دايره بتحول شكل ساين ويف لسكوير ويف. ازاي؟ يعني بتيجي عند الزيرو ده كده ونطلع بوست بيتش، وعند الزيرو ده خرج نيجاتيف اتش، عند الزيرو ده وهكذا تبدا تتكرر، تمام؟ طيب ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان اي ابلكيشن بستخدم فيه المايكرو كنترولر عشان اتحكم في سايرستور لازم يبقى فيه دايره زيرو كروسنج. ازاي؟ هندي ابسط مثال خالص اللي هو دايره الديمر اللي هي بتحكم بيها في شده الاضاءه بتاعه اللمبه، ولتكن اللمبه الصفراء العاديه اللي هي التنجستين دي، اللمبه القديمه اللي احنا كانت عندنا في بيوتنا زمان، تمام؟ دايره الديمر ديت بتعمل كالاتي. انا عندي اهو ادي السورس، تمام؟ يخش على حاجه اسمها ترياك، تمام؟ والترياك دوت بيغذي الايه او سويتش يعني في سكه اللمبه، تمام؟ التراك ده باختصار حاجه بتعمل سويتش اون واوف على الساين ويف، تمام؟ وهنبقى نتكلم عليها بعد كده ان شاء الله، بس احنا خلينا مبدئيا بس نعرف ان هي التراك بيتحكم في الساين ويف. يعني ممكن اخليه يعدي لي مثلا نص الساين ويف من هنا ونصها من هنا، يعني ممكن اخليه يخرج كده ساين ويف كده، نص البوستيف الاولاني ونص النيجاتيف الاولاني، او ممكن اخليه يخرج تلات ارباع البوستيف ده وتلات ارباع النيجاتيف، فاقدر او ممكن اخليه يتخرج ربع بس، ربع النص الاول البوستيف وربع النيجاتيف، فانا كده اقدر اتحكم في قد ايه فولت هيوصل للمبه. فطبعا بالمتابعه يعني هتحكم في ايه، في الكارنت، فهتحكم في شده الاضاءه في الاخر بتاعه اللمبه، اقدر اعليها اعلي الاضاءه بتاعتها لو اديتها فولت كامل، او اقلل الاضاءه خالص لو اديتها فولت صغير خالص. طيب هنقول ان بطريقه ما هنا في مايكرو كنترولر بيتحكم في الترياك دوت علشان ادي بلصات للايه، عشان ادي الفولت اللي انا عايزه للترياك. طيب دلوقتي هو الترياك ده بيعمل ايه؟ بيعمل سويتش اون اوف على الساين ويف ديت. طيب هو مايكرو كنترولر عشان يقدر يقول للترياك ادي سيجنال هنا مش هنا ولا هنا، ادي سيجنال ستارت من هنا ويجي عند النيجاتيف يقول ستارت من هنا، محتاج يعرف ايه؟ محتاج يعرف البدايه بتاعت الساين فين، نقطه الزيرو فين. فاهم حاجه في الابلكيشن دوت ان المايكرو كنترولر يقدر يميز فين نقطه الزيرو. او المايكرو كنترولر مش هيشوف الساين ويف بس عايز يعرف بدايتها فين، او اول ما يحصل تغيير فيها يعرف على طول، اول ما تبدا تقلب من نيجاتيف لبوزيتيف يعرف، اول ما تبدا تنقل من بوزيتيف لنيجاتيف يعرف. طب هيعرف ازاي؟ هيعرف عن طريق دايره الزيرو كروسنج، ان انا بجيب الساين ويف ديت بعديها على دايره زيرو كروسنج فتقلب السكوير ويف كده، فالمايكرو كنترولر في الرايزنج ايدج ده يبدا يعرف ان كده في زيرو كروسنج جه، وعند النيجاتيف ايدج ده يبدا يعرف ان في زيرو كروسنج تاني جه، وعند البوزيتيف ايدج اللي بعديه يبدا يعرف ان في زيرو كروسنج تالت جه. فيبدا عارف ان زيرو هنا يبدا يحسب التايم اللي هيدي فيه اوردر للترياك انه يشتغل بعديه، ويبدا ايه يطلع الاوردر ده ان هو اشتغل للترياك هنا، فيبدا الترياك يخرج الجزء ده من الايه، من الويف بس، وهنا يخرج الجزء ده بس من الايه، من الويف، تمام؟ طيب في امثله ثانيه كتير سواء على الترياك او على السيرستور، تمام؟ المايكرو كنترولر لما يجي يتحكم فيهم لازم يعرف دايره، لازم يعرف نقطه الزيرو فين، تمام؟ وايه اللي هي الطريقه اللي نعرفه بيها؟ هي دايره الزيرو كروسنج، تمام؟ فدي اهميه دايره الزيرو كروسنج. اي ابلكيشن فيه ترياك فيه سايرستور هتلاقي نفسك على طول محتاج دايره الزيرو كروسنج فيه. طيب تعالوا بقى نشرح دايره الزيرو كروسنج ايه ده ببساطه. انا دلوقتي عندي ادي السبلاي اهو ده 220، عايز اعمل دايره زيرو كروسنج، هعملها ازاي؟ انا مش هقدر اتعامل مع 220 دي، فانا هجيب ال 220 دي هدخلها على محول. المحول مثلا دوت هيبقى 220 12، تمام؟
طيب ال 12 ديت هعمل ايه؟ هجيب كومباراتور، تمام، وادي الطرف النيجاتيف وادي الطرف البوزيتيف، واقوم مدخل الطرفين دولت من الاي سي على الايه الكومباراتور، تمام، وهنا ايه السبلاي بتاعي وهنا الاوت. طيب ايه اللي انا هشوفه كده؟ ولا حاجه، انت كان عندك غلطه بشعه جدا. ايه هي؟ ان انت لازم تربط طرف من طرفين الساين ويف اللي جايه لك دي بالجراوند بتاع الاوب امب دوت، تمام. الاوب امب دوت لو افترضنا انه واخد هنا 12 وجراوند، فلازم طرف من طرفين المحاول يوصل بالجراوند عشان يبقى فرق الفولت اللي هنا ده ليه علاقه بفرق الفولت اللي الاوب امب بياخد سبلاي منه، فيقدر الاوب امب يحس بالسيجنال بتاعتك ويبدا يشتغل. لكن لو انت سيبته فلوتنج كده خارج المحاول مش مربوط بالجراوند بتاعك الدايره مش هتشتغل. طيب انا دلوقتي عندي الطرف النيجاتيف والطرف البوزيتيف، اربط ده بالجراوند ولا ده بالجراوند؟ لا طبعا اربط الطرف الايه النيجاتيف ده بالجراوند، تمام. طيب هيبقى لي الطرف البوزيتيف، الطرف البوزيتيف ده الفولت اللي عليه شكله عامل ازاي؟ عامل كده. طيب هو المفروض ان هو المحاول ده بيخرج 12 فولت، يعني ايه ال 12 دي؟ ال 12 دي هي الروت مين سكوير، 12 فولت هنا ديت دي الروت مين سكوير. طيب يعني ايه؟ يعني لسه في فولت اعلى من ال 12 بيخرج فعلا من المحاول، بيوصل لكام؟ نقطة البيك تقريبا بتساوي 12 جذر 2، تمام؟ 12 جذر 2 دي هتعمل لها حوالي 16.5 فولت، تمام؟ فكده الفولت اللي بيوصل لطرف البوستف بتاع الامب ده بيوصل ل 16.5 فولت، تمام؟ وانا اصلا عم مديله سبلاي ب 12 فولت. طيب هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش ان انا السيجنال اللي تخش للاوب امب تبقى اكبر من اكبر سبلاي اكتر فولت على السبلاي بتاعه. يعني لو انا الاوب امب مديله 12 ما ينفعش البوستف دي توصل ل 12 خالص، لازم تبقى اقل منها، تمام. طيب ايه اللي هيحصل يعني لو الفولت عدى ال 12؟ اللي هيحصل ان الاوب امب هيفضل شغال معاك زي ما انت فاهم الاوب امب طول ما الفولت اقل من ال 12، تمام. لكن اول ما يعلى على ال 12 هتلاقيه بيعمل حاجات غريبه انت مش فاهمها. ليه حصل كده؟ عشان انت ما شغلتوش في الكونديشن اللي هو مصمم عليها. هو مصمم ان انت سيجنال اللي تخش له تبقى في حدود الفولت اللي انت مدي عليه السبلاي بتاعك، تمام. طيب فتاني غلطه في الدايره ديت ان انا ما ينفعش ادخل الفولت اللي خارج من المحول على طول للبوزيتيف، لازم اقلله. طيب اقلله ازاي؟ اعمل فولتج ديفايدر، ده حل بسيط خلاص. يبقى الحل بتاعنا هيبقى كده، ادي المحول وادي ال 12 فولت، هجيبهم احط على الخارج ده احط على مقاومتين. خلينا بقى نرسم الرسمه كويسه ونحط الجراوند هنا. هنقول مثلا المقاومه دي 1 كيلو والمقاومه دي 1 كيلو، وادي الايه الاوب امب بتاعي. احط بقى الطرف النيجاتيف هنا عشان اربطه بالجراوند. طيب لما دي 1 كيلو 1 كيلو يبقى الفولت هنا 6، اقصى حاجه دي الروت مين سكوير بتاعي هيبقى 6، 6 فالبيك الفي بيك لما الروت مين سكوير هيبقى 6 هتساوي 6 في جذر 2، ده تقريبا هيطلع قريب من هيبقى قريب من 9 فولت، تمام. فده في حدود ال 12، فيبقى انا كده ما عنديش اي مشكله خلاص. كده السيجنال الانبوت على البوزيتيف في حدود الايه ال 12، تمام. ادي هنا الطرف البوزيتيف ونوصل هنا ايه 6. طيب واوصل هنا ال 12 فولت. طيب بالنسبه بقى للطرف اللي انا كنت حاطط عليه هنا جراوند، احنا ليه عملنا المقاومتين المتغيرتين دولت؟ عشان الفولت هنا كان بيعلى عن ال 12. طيب ما هو هنا الجزء النيجاتيف ده كله اقل من الزيرو، فبرضه ما ينفعش يبقى الاوب امب داخل له سيجنال اقل من الطرف اللي عليه نيجاتيف في سي سي بتاعه. يعني انت مديله 12 والجراوند ما ينفعش السيجنال تبقى بالنيجاتيف، هتلاقي الريسبونس بتاعه مش مفهوم بالنسبه لك. طيب حلها ايه؟ حلها ان انت ما تديش جراوند على طرف النيجاتيف، لا تدي ناقص 12، كده هيشتغل معاك مظبوط. لو عملت اي حاجه تانية غير كده هتلاقيه مشتغل معاك غلط، تمام. فرقم واحد لازم احط فولتج ديفايدر عشان اخلي السيجنال بتاعتي البيك بتاعتها في حدود
البوزيتيف او النيجاتيف ايدج. تمام. تاني حاجه لازم النيجاتيف في سي سي دي يبقى عليها بدل ما كنت حاطط عليها جراوند احط عليها ناقص 12 علشان يبقى الجزء النيجاتيف بتاع الساين ويف في حدود الايه السبلاي بتاعي. تمام. ايه اللي انا متوقعه هنا على الاوت؟ انا هتوقع هنا سكوير ويف واخده نفس شكل الساين ويف، ونقطه الزيرو هنا هي نقطه الزيرو هنا، نقطه الزيرو هنا هي نقطه الزيرو هنا. طيب في برضو ملحوظه ثانيه مهمه في الموضوع ده، ان انا نقطه الاوت لو سبتها فلوتنج كده ممكن ما يبقاش ظروف التشغيل سليمه، فالاحسن يعني ان انا احط عليها مقاومه، ولتكن مثلا اي مقاومه كبيره 10 كيلو اوم ولا حاجه على الجراوند عشان اجبر الدايره تبقى شغاله في وضعها ايه الطبيعي. انا هحط انا هنفذ الدايره دي دلوقتي بنفس القيم ديت بالظبط. تمام. احط الاسلوسكوب عندي 2 تشانل، احط الاسلوسكوب هنا دي هتبقى تشانل 1. تمام. بشوف فيها الساين ويف اللي داخله للاوب امب، واحط الاسلوسكوب هنا ديت كده تشانل 2 هشوف فيها الاوتبوت بتاع الايه الاوب امب. تمام. طبعا هنا الاوب امب بيفضل ايه الكومبايلر. هنشوف بقى ايه، هنشوف هل الناتج هيطلع زي ما احنا متوقعين كده ولا لا. مش تعالوا نشوف. طيب هو دلوقتي ممكن حد يسال يقول لي هو الجراوند ده جه منين؟ ما انا دلوقتي مدي 12 وناقص 12. ببساطه خالص، لو انت عندك باور سبلاي مطلع لك كده 12 و0 وناقص 12، فالجراوند هو الزيرو ده، ده نقطه الجراوند بتاعنا. تمام. وادي ناقص 12 وادي ايه ال 12. طيب لو انت ما عندكش باور سبلاي اللي مدي 12 0 ناقص 12، فانت عندك حل تاني، ان انت هيبقى عندك 2 باور سبلاي، واحد بيدي 12 و0 ده كده هيبقى سبلاي 1، والتاني بيدي 12 و0 ده كده اسمه سبلاي 2. واحنا هنعمل بقى حركه عشان نحصل على النيجاتيف 12. هعمل ايه؟ هيبقى 12 دي هي ال 12 فولت بتاعتي في الدايره. تمام. وال 12 الثانيه دي هروح قافلها مع الزيرو بتاع، يعني ال 12 بتاعت السبلاي الثاني هقفلها مع الزيرو بتاع السبلاي الاولاني، ويبقى هي دي نقطه الجراوند. تمام. اما الزيرو بتاع السبلاي الثاني يبقى ده نيجاتيف 12، وده اللي انا عملته. انا في الدايره العمليه اللي انا هعملها دلوقتي ما عنديش باور سبلاي مديني 12 0 ناقص 12، فعملت ايه؟ جبت 2 باور سبلاي الاثنين بيدوا 12 وعملت الطريقه ديت. ال 12 الاولانيه دي ال 12 بوزيتيف. تمام. الزيرو بتاع ال 12 الاولانيه قفلته مع ال 12 الثانيه وهو ده الجراوند. تمام. اهو ده انا استخدمه هنا واللي انا حاطه على الفولتج ديفايدر ده. اما النيجاتيف 12 فهي الزيرو بتاعت السبلاي الثاني اللي هي دي. تمام. بس تعالوا بقى نشوف الدايره. طيب زي ما احنا شايفين كده هنا المقاومتين دولت بتاع الفولتج ديفايدر، بس انا يعني حطيتهم 10 كيلو بدل 1 كيلو، مش فارقه يعني، هي ده المحول ودول الطرفين المحول دخلوا على الفولتج ديفايدر دوت. عندي هنا باور سبلاي 2 دوت، وعندي باور سبلاي 1 حاطه هناك في المشترك. تمام. زي ما احنا شايفين هنا على الاوسلوسكوب دي الساين ويف اللي خارجه، هنلاقي ان البيك بتاعتها هو المربع ده بخمسه، فالبيك يعني تقريبا 9 9 وشويه. وديت ده الاوت السكوير بتاع الايه الاوب امب. هنلاحظ ان نقطه الزيرو بتاعت الساين فيها بالظبط الرايزنج ايدج بتاع السكوير ويف، ونقطه الزيرو بتاعت الساين الثانيه فيها بالظبط الفولينج ايدج بتاعت السكوير ويف. طيب هل انا كده اطمن ان الدايره كده سليمه؟ لا، تبدا تطمن لما تبدا تكبر التايم بير ديفيجن. تعال بقى نكبر التايم بير ديفيجن كده قوي، نخليه مثلا 200 مايكرو. هنلاقي ايه هنا؟ ان الزيرو بتاع الساين مظبوط مع الزيرو بتاع الايه السكوير. طيب تعالوا نقلل التايم بير ديفيجن اكتر، نخليه 100 بس. ونقلل الفولتج بير ديفيجن بدل ما هي 5 نخليها مثلا 2، ونخلي ديت 2. طيب بدأنا هنا نلاحظ ايه؟ كبر سدد ده بقى شويه. بدأنا نلاحظ ان نقطة الزيرو اللي انا اللي هي الاخضر دوت هو ده السكول ويف، والاصفر ده الساين ويف. تمام. فبدأنا نلاحظ ان نقطة الزيرو اللي طالع منها الطرف الاخضر مش هي الزيرو بتاع الطرف الاصفر، في فرق بينهم
حاجة بسيطة خالص هنا باينة، هي باينة ممكن ما تشوفهاش انتوا في التصوير، لكن انا شايفها هنا تقريبا شرطة ونص او شرطة بس من ال 100 مايكرو، يعني في حوالي 150 مايكرو سكند فرق ما بين الزيرو بتاع الساين ويف الحقيقي والزيرو بتاع السكوير ويف. وهي دي بقى النقطة المهمة، ان الريال كومبوننت غير الايديال كومبوننت. الاوب امب دوت لو هو ايديال كان نقطتين الزيرو دولت يخرجوا قصاد بعض بالظبط، تمام، لكن ده ريال، ده بقى ويلكم تو رياليتي، يعني اهلا بكم في الواقع. هو الاي سي هات مش هتشتغل يعني في حاله ايه ايديال وشارب، ففي فرق بسيط ما بين الاثنين زيرو زي ما احنا شايفينه هنا في الاستوسكوب. ولكن الفرق دوت انا اقدر اعمل حسابي عليه لو انا بتحكم بمايكرو كنترولر مثلا في الترياج او في سايرستورز او كده. انا بعرف ان انا عندي مثلا الزيرو كروسنج في شيفت 150 مايكرو سكند، انا هعمل حساب على كده. ولكن الفرق ده فرق بسيط خالص، و يعني ينفع نتعامل معاه عادي وينفع ان احنا نصلحه يعني. لكن ديت دايره زيرو كروسنج في الغالب عمرها ما بتجيب ال 12. في اي سي هات مصممه لزيرو كروسنج بتظبط الساين ويف مع السكوير ويف بالظبط، ولكن احنا بنتكلم على الايه الاوب امب في ابلكيشن كومباراتور، فده يعتبر حمل رخيص لدايره زيرو كروسنج. وقدام ان شاء الله هناخد دوائر تانية اقدر اعمل بيها موضوع زيرو كروسنج ده غير الاوب امب.